أنا طباخ ماهر. هذا ما سمعته طبعا. طبعا من أطلع خارج العراق أطبخ لنفسي، لأنه حقيقة خاف من أكل السوق فأطبخ لنفسي. نعم. فأسوق يعني أنا أكتب خارج العراق. صح. سوريا أو لبنان أو، فأسوق بشقتي وأنا أطبخ. جميل. وأيضا أطبخ لهم طبخة طبختين بالشهر كنوع من المجاملة يعني، لكن تبقى أم البيت هي المسيطرة على عملية صناعة يعني الغذاء في رمضان. وتشوف يا أخي تأكل تشريب اللحم بالأيام العادية لطعم، لكن في رمضان إلى طعم آخر. طعم آخر صح، كل شيء في رمضان غير صحيح. ونفسه العصير نومي بصرة إحنا نسويه. صح. مثل. أو قمر الدين. أو قمر الدين. نعم. بالأيام العادية الشربة عصير، لكنه في رمضان يصبح عصير مقدس يطفئ الظمأ والعطش صحيح. الصائم.